لما نقول لك مدينة كيكلا شنو يخطر على بالك؟ أكيد بناسها وجودها وكرمها وبصراحة وأخلاقهم وطيبتهم. مدينة كيكلا عينهم المصابيح. اليوم في مدينة كيكلا وبنخش مع بعضنا، لأن هذه يروى عنها في من يسماها ويقولوا لها برمودة ليبيا، أي بمعنى زي بمعنى موتيل برمودا نفسه. فاللي يخش داخل من المحتمل يا ما يطلعش بنتيجة يا يطلع ما يقدرش يوصل للنتيجة. ويقال على أن هذا الكهف يرفع لغاية فيه اللي يقول يرفع حتى ليفرن يقال عنا، وفي طريق هلبة. ولما تبي تخش لها لازم يكون عندك زوز مصابيح وسميت بهذا الاسم على ذكر المصباح نفسه، تبي ضي الداخل نفسها لعينها هي. فلما تبي تخش داخل تاخذ معك بخاخه وتحدد المسار بتاعك وطريقك، لان لو خشيت لها مرات ما تقدرش تطلع منها. وفي من الناس وجدودنا الاوليين في الثمانينات او في السبعينات يقال عنهم انهم خشوا هنا وما عادش طلعوا. لهذا اليوم برمودة ليبيا، خليكم معي وتشوفوا جوله الداخل. طبعا ما شاء الله عليهم محمد نوري غالي، الله يبارك فيك. متابعين من كيكلا ما شاء الله عليهم، ربي يحفظهم، الشباب ما قصروش بصفه عامه. والوضعيه متاعت الخشان هذه ما... باهي والمية هذه كان حطت فرجلي عادي ولا لا؟ مسقعه برا، بس مسقعه طبعا لينار بدت تنعدم. وقال لك لما تخش هنا بالنسبه لعينها هي لما تخش لها تبي اكسجين او انك انت مش حتقدر تستمر فيها، يعني للعينه هي. اعطني التليفون شكرا. لما تبي تخش لها قال لك العينه هي نفسها في حد ذاتها لازم تكون انك انت يكون عندك شيست اكسجين، لان من المحتمل ان الاكسجين يريح لك الداخل. ف واحنا تو خاشين قريب 9 انفار، فمعناها كل واحد بياخذ شويه من الاكسجين وتمت، ما عادش نلقوا شيء داخل احنا. هذه عينه المصابيح، ومدينه كيكلا وسميت بهذا الاسم مدينه كيكلا لسبب التسميه نتاعها اللي كانت ترجع لعش الخفاش يقال عنها. وسبب التسميه في حد ذاتها اصولها يرجع امازيغيه، وفي عائلات كبيره هلبه في مدينه كيكلا اصولها امازيغيه في حد ذاتها. المدينه هذه مدينه كيكلا، لما نقول لكم كيكلا اول حاجه نتذكرها اللي هي المخابز، ومعروفه وين ما تمشي للشرق وتمشي للغرب تلقى كوشة فلان كيكلي، خليفة الكيكلي، مخبز الكيكلي، هيك عرفت مدينة كيكلا. يا ريتنا درنا تجربة قبل ما نصور ومش نعرف الطريق كيف نظامها بالضبط.